بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 51 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الشرح والفوائد والأحكام على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، علّه أن يكون آخر مجالسنا قبل الحج هذا العام إن شاء الله تعالى لتوقف الدروس في الأسابيع المقبلة في موسم الحج، سائلين الله التوفيق والسداد. وفي هذا المجلس نتدارس ثاني أحاديث باب التشهد، وقد مضى في المجلس السابق مدارسة أول أحاديث الباب، وهو حديث صفة التشهد وصيغته المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومجلس الليلة في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أوردها المصنف رحمه الله وما فيه من الفوائد والأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بين يدي حديث المصنف رحمه الله تعالى وشرحه وفوائده التي أملاها على هذا الحديث المبارك، فإن هذا الحديث المخرج في الصحيحين البخاري ومسلم من أعظم وأصح الأحاديث المروية في صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسماه بالصلاة الإبراهيمية التي فيها الصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى الله وبارك على إبراهيم وآله عليه السلام. بين يدي هذا الحديث ها هنا مقدمات لبيان ما يتعلق به قبل أن ندخل في تفاصيل فوائده. أولها ليس هذا الحديث وحده المروي في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأحاديث المروية فيه عديدة، ومن أعظم من تتبعها وأحصاها وجمعها وتكلم عنها رواية ودراية الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب عمدة في هذا الباب ومرجع فيه، وكل من جاء بعده عالة عليه، وقد أحسن رحمه الله وأجاد فيما تضمنه الكتاب الذي بوبه على جملة أبواب، فما ترك شيئا يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أورده، فيما يتعلق بألفاظ الصياغ وطرقه، فيما يتعلق بمعانيه ومعاني ألفاظه، وكل ما يمكن أن يتعلق بهذا الباب العظيم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جعل رحمه الله تعالى الباب الأول في كتابه حصرا وسردا للأحاديث المروية في صفة وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحصى رحمه الله الأحاديث عن 42 صحابيا ممن روي عنهم صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف في صحتها وعدم صحته، لكنه أحصى ما وقف عليه مما جمعه أهل العلم وأخرجه أصحاب دواوين السنة على اختلاف أنواعها، وفيها الصحيح والضعيف والمنقطع والمعلول، لكنه جمع مرويات هؤلاء الصحابة 42 من نحو 145 إسنادا وطريقة. هذه الأسانيد والطرق تكلم عنها واستوعبها رواية ودراية على طريقة المحدثين الصرفة، يورد الطرق والأسانيد ثم يتكلم على عللها والإجابة عنها وسائر ما يتعلق بها. هل كل هذه الطرق والأسانيد صحيحة؟ الجواب لا، لكن الصحيح منها والصيغ أيضا ليست قليلة. كثير من تلك الأحاديث في اختلاف رواتها من الصحابة رضي الله عنهم تتفق ألفاظها، لكن إذا تكلمنا على الألفاظ المختلفة وما الذي صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بالكثيرة. نعم، قد تكثر الأحاديث الصحيحة في صيغ التشهد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تكلمنا على الصيغ المختلفة، كم صيغة مختلفة صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بالكثير، لأن كثيرا من الصحيح متفق في ألفاظه متحد في عباراته. فإذا أحصينا المختلفة منها فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عدد منها سبعة صيغ في كتاب سبع صيغ في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما يلي: أولها الصيغة المشهورة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة في الصحيحين مخرجة، وزاد أحمد رحمه الله في هذا الحديث: وعلى أزواج صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، فزاد لفظة أهل بيته. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهو أيضا من أحاديث الصحيحين. الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابعة، وهذه الصيغة الثالثة أيضا مما أخرجه أحمد والنسائي: الرابعة، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا أيضا مما أخرجه الأئمة مسلم وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والحديث عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع. الصيغة السادسة في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتقدمت في أولى الصيغ وما زاده الإمام أحمد في لفظ أهل بيته. أما السابعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهو أيضا عند النسائي والطحاوي وغيرهم رحم الله الجميع. فهذه سبع صيغ صححها العلامة الألباني رحمه الله من مجموع تلك الطرق العديدة الكثيرة وألفاظها المتفاوتة، وكثير منها صحيح وبعضها لم يصح بألفاظ سوى هذه التي سمعت.
أحاديث مرفوعة أحصاها ابن القيم رحمه الله عن 42 صحابي من 145 إسنادا وطريقة، ثم بوّى بعد ذلك للآثار الموقوفة التي لم ترفع، فعدد أيضا مرويات كثيرة في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني هذه المسائل، هذا الحديث وإيراده في باب الصلاة باعتباره كما سيأتي في بعض فوائده في حكم قوله في الصلاة هل يجب أو لا يجب، وما مستند الوجوب، بمعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصيغ لا تختص بالصلاة، فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها. خارجها أين؟ يعني في عدة مواضع، منها صلاة الخطيب في الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها صلاتك أنت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فأنت تريد أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ومنها صلاتك عليه إذا ذكر اسمه وعند الشهادتين وأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فورد المسلم من صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته في سائر الأيام ويوم الجمعة وليلتها على وجه الخصوص، وكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونحو ذلك. فكل تلك المواضع يبحث فيها المؤمن عن كيفية يصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه أمر فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسأل الصحابة رضي الله عنهم كما سمعت في الحديث يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ كيف علموا السلام عليه؟ غالبا ما يكون ذلك في التشهد لما علمهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام المعتاد الذي كانوا يلقونه عليه كلما لقيه أحدهم صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن الصلاة عليه فكان هذا الدعاء أو هذا اللفظ من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى أن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين كما سمعت فيه أيضا قصة، وهو أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الإمام التابعي الكوفي لقي كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأما ابن أبي ليلى فهو أبو عيسى عبد الرحمن ابن أبي ليلى الكوفي، إمام تابعي جليل ثقة أنصاري من الأوس رضي الله عنه، وأبوه صحابي، أبوه أبو ليلى، وقيل إن اسمه على الصحيح يسار، وكان ابنه عبد الرحمن هذا من كبار التابعين وآئمتهم، بل إن حلقته التي كان يعقدها في المسجد يحضرها بعض الصحابة لجلالة قدره رحمة الله عليه. ولد في أثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، وروى عنه وعن الخليفتين بعده عن خلق من الصحابة والتابعين، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 82 من الهجرة. فلقي الصحابي الجليل كعب بن عجرة، وستأتي ترجمته بعد قليل رضي الله عنه، فقال ألا أهدي لك هدية؟ وفي الصيغة ها هنا حذف، ألا أهدي لك هدية سؤال، فأين جوابه؟ جوابه مقدر، قال عبد الرحمن بلى، فأجابه ابن كعب بن عجرة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا وساق الحديث. بل وقع هذا التقدير تصريحا في رواية عند البخاري لما قال ألا أهدي لك هدية، قال في البخاري فقلت بلى أهدها لي، فأهداه إياها وعلمه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيضا لطيفتان في مسألته ألا في قوله ألا أهدي لك هدية. اللطيفة الأولى أن العلم والفائدة منه هدية يفرح بها المسلم، فإن كعبا رضي الله عنه لما لقي ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كما سمعت من الأئمة التابعين الكبار الذين كان ربما بعض الصحابة يجلس في حلقته،
قال ألا أهدي لك هدية؟ قال له إغراء وترغيبا له ونوعا من حثه على الإقبال على ما سيلمي عليه من المسائل والعلم، فجعلها هدية اشتاقت نفسه لي، فقال بلى أهدها لي. ثم لما كانت المسألة متعلقة بصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا هدية من وجه آخر، من حيث ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخير والبركة والأجر، وما يقصده المؤمن وما يرجوه من ربه من تفريج للهم وإجابة للدعاء وتحقيق للمطالب، فهي هدية ولا شك. أما اللطيفة الثانية فالهدية مفرد الهدايا كعطية وعطايا، والمهدى بكسر الميم ما يهدى أو ما تقدم فيه الهدية كالطبق مثلا أو علبة توضع فيها الهدية تسمى في اللغة المهدى، ولا يسمى الطبق مهدا إلا وفيه الهدية، يعني وفيه ما يهدى لا أن يكون فارغا. ومقدم الهدية باسم الفاعل يقال له المهدي الذي من عادته الإهداء، والهدية هي ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه توددا وإكراما. وأكثر ما يستعمل في المحسوس مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو عطرا أو قلما أو شيئا ما من الهدايا. لكن هل يقال للأمور المعنوية هدية كمسائل العلم مثلا أن يعلمه فائدة فقال أهدي لك هدية؟ الجواب نعم، كما في هذا الحديث قال ألا أهدي لك هدية؟ قال بلى أهدها لي، فعلمه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيغة أو في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن كعب بن عجرة رضي الله عنه ما قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، في بعض الروايات أنه سأل ذلك في طوافه بالبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فعلمه الصيغة أو الصفة التي بنى عليها الأئمة العلماء والفقهاء قدرا كبيرا من الفوائد والمسائل والأحكام التي سيأتي طرف منها في هذا الحديث وكلام الإمام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الأول: كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف، وقيل من بلي بن الحاف بن قضاعة، شهد بيعة الرضوان ومات سنة 52 بالمدينة فيما قيل، روى له الجماعة كلهم. كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل أنصاري وقيل حليف للأنصار وليس منهم، لكن الواقدي رجح أنه من الأنصار أنفسهم لا من حلفائهم. قال المصنف رحمه الله من بني سالم بن عوف، هذا يؤكد كونه أنصاريا، وقيل من بلي بن الحاف بن قضاعة، وعلى هذا يكون حليفا للأنصار. فإذا قلت هو بلوي من شمال الجزيرة فليس أنصاريا بل يكون من حلفائهم، وإذا قلت من بني سالم بن عوف الأنصاري فيكون من أنفسهم كما رجح ذلك الواقدي. قال شهد بيعة الرضوان، والمقصود بها البيعة التي كانت عام الحديبية، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان من قريش في منعه وصده عن دخول البيت سنة 6 من الهجرة حتى كان صلح الحديبية. مات سنة 52 وقيل 51 وقيل 53 بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. وقد تأخر إسلام كعب، ولهذا قال شهد بيعة الرضوان، وهي واحدة من مناقب الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم طبقات، فأعلاهم طبقة الخلفاء الأربعة، يليهم بقية الستة المبشرين العشرة المبشرين بالجنة، ثم يليهم أهل بدر، ثم يليهم على المراتب جملة من الصحابة يأتي من بينها من شهد بيعة الرضوان، ثم مسلمة الفتح أخيرا، ومن كان بعد ذلك ممن لم يشهد فتح مكة وإنما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلو كان لكعب بن عجرة رضي الله عنه شيء من المناقب فيما سبق لذكرت، لقيل كان بدريا أو شهد الخندق وأحدا، فلما قال شهد بيعة الرضوان دل ذلك على تأخر إسلامه كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني:
صيغة الأمر في قوله قولوا ظاهرة في الوجوب، وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، هذا أمر، والأمر للوجوب، فلهذا اتفق الفقهاء على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم اختلفوا في موضع هذا الوجوب على أقوال. فمنهم من قال واجب في العمر مرة، ومنهم من قال واجب في كل صلاة، ومنهم من قال واجب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. إنما هم متفقون على أنه واجب. ما دليل الوجوب؟ قولوا، أمرهم. طيب، فليش ما قلنا أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ بلى، هو أمر، لكنه أمر مجمل، بيّنه كيف نصلي عليك فقال قولوا، وبيان الواجب واجب. فإذا استفيد وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن بيان ذلك الإجمال في الصلاة عليه بهذا الحديث قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. فإذا اتفقوا على الوجوب، إنما اختلفوا في موضع هذا الوجوب على الأقوال التي حكاها المصنف رحمه الله تعالى. حسن الله إليكم. قال رحمه الله فقيل تجب في العمر مرة وهو الأكثر. يقصد بالأكثر يعني ما نقله بعض المصنفين أن هذا قول أكثر أهل العلم، وإنما قصد من ينسب إليه هذا القول، وقيل هو واجب في العمر مرة كالشهادتين، فإن النطق بالشهادتين واجبة على المسلم مرة، أقلها عند دخوله في الإسلام أو عند إقراره بالدين، يكفي أن ينطق بالشهادتين وجوبا مرة واحدة في الحياة، وما زاد على ذلك فكان من السنن المؤكدة والمستحبة. ونسب إلى القاضي عياض وابن عبد البر نسبة هذا القول إلى أكثر أهل العلم. نعم. قال وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير، وهو مذهب الشافعي، وقيل إنه لم يقله أحد قبله وتابعه إسحاق. هذا القول الثاني في موضع الوجوب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في كل صلاة، بمعنى أنها من واجبات الصلاة، يجب على المسلم الإتيان بها. طيب، وإذا تركها كسائر الواجبات، إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا سجد للسهو. هذا القول بالوجوب منسوب إلى الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله من بين الأئمة الأربعة، فإنهما قالا بالوجوب. قال هو مذهب الشافعي، قال وقيل إنه لم يقله أحد قبله، ذكر ذلك بعض الأئمة كالخطابي والبغوي، قال ابن الصلاح هو كالمنفرد بذلك، ثم قال وتابعه إسحاق. يشعر هذا القول بأن الإمام الشافعي تفرد بالقول ابتداء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وأنه لم يسبقه أحد، وستأتي الإشارة إلى التعقب على هذا الزعم، وقد فنده ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه جلاء الأفهام، وبين أن هذا لم يأتي به الشافعي ابتداء رحمه الله، بل سبقه إليه طائفة من السلف، منهم بعض الصحابة وبعض التابعين والأئمة الكبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فهذا الموضع الثاني الذي حكي فيه وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتجب كل ما ذكر، وقيل تجب كل ما ذكر، واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية. هذا ثالث الأقوال في موضع وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه واجب لا في موضع معين، بل كلما ذكر بحضرتك اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليك أن تصلي عليه. قال نسب هذا القول إلى الإمام الطحاوي من الحنفية والإمام الحليمي من الشافعية، ومأخذ هذا القول في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر جملة من الأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه الحاكم وحسنه الترمذي، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه ذم،
ولو كانت الصلاة عليه مستحبة لم يتأتى الذم، يعني لا يذم إلا من ترك واجبا، فقالوا هذا دليل الوجوب. ومنه أيضا حديث صعوده المنبر عليه الصلاة والسلام وتأمينه ثلاثا آمين آمين آمين، فلما سئل عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن جبريل عليه السلام دعا فكان يؤمن، ومن أدعيته الثلاثة قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، قال: فقلت آمين. قالوا هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. وجملة أدلة أخرى أيضا ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله، منها حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الأدلة. قالوا فهذا دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وأجيب أيضا عن هذا بعدة أدلة أفاض فيها ابن القيم رحمه الله، ليس هذا موضع استقصائها، ومن أرادها رجع إليها فوجدها. يقابل هذه الأقوال الثلاثة بالوجوب وذكر مواضع الوجوب مواضع أخرى أوردها الأئمة رحمهم الله تعالى في مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عددها الأئمة رحمة الله عليهم في مواضع منها يجب الإكثار، يعني أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى 10 أقوال. الرابع أنه يجب الإكثار من غير عدد ولا تعيين محل. الخامس أنه يجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا صلى الله عليه وسلم. السادس أنه يجب في الدعاء. السابع يجب في الصلاة من غير تعيين محل. الثامن يجب في العمر مرة. التاسع يجب على الجملة من غير حصر. العاشر يجب في التشهد من غير تعيين محله. هذه أقوال. يقابلها قول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه ابن جرير رحمه الله عن طائفة وادعى الإجماع، لكنه لا يسلم له الإجماع كما قال ابن القيم رحمه الله، لذكر كثير من أهل العلم القول بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه 3 مواضع حكي فيها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أشهرها القولان الأولان كما سمعت أنه تجب في العمر مرة، والثاني وجوبها في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي أيضا ذكرها إن شاء الله تعالى في ثنايا كلام المصنف. إلا أنه مما يحسن الإشارة إليه ما ذكر قبل قليل في نسبة القول بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الشافعي، وأنه لم يقله أحد قبله. وبين ابن القيم رحمه الله أن ممن شنع في ذلك على الإمام الشافعي لم يصب، واعتبره مبتدئا لقول لم يقل به أحد قبله، وأن الشافعي رحمه الله لم يشذ بهذا الإيجاب ولا تفرد به، بل هو قول طائفة من الصحابة ومن بعدهم كعمر وابنه رضي الله عنهما، وأبو مسعود البدري الأنصاري، وابن مسعود كما نقل عنه الأئمة أنه قال: لا صلاة لمن لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح بالإيجاب، وأبو مسعود البدري: لا أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد 2 سجدات بعد السلام. وهل هذا إلا قول بالإيجاب؟ ومن التابعين جماعة أيضا، ومن أئمة المذاهب الكبار إسحاق بن راهويه قال: إن تركها عمدا لم تصح صلاته. وله قول آخر كالجمهور بالاستحباب. فالمراد أن القول بالوجوب لم يتفرد به الإمام الشافعي رحمه الله، بل وافقه عليه طائفة قبله وطائفة من الفقهاء بعده، فهو من الأقوال الوجيهة التي استدل فيها إلى جملة أدلة أشهرها حديث الباب. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ أين موضع الشاهد على أنه من واجبات الصلاة؟ اي نعم، لفظ او رواية الصحيحين
ليس فيها موضع الشاهد، لكن أخرج الأئمة أحمد في المسند وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الأئمة البيهقي والدارقطني الحديث ذاته عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ الحديث عند مسلم من غير زيادة إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، لكن الزيادة كما قال الإمام الحاكم زيادة صحيحة. فطالما صحت هذه اللفظة أصبحت هي مستند القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة، لأنه بصراحة قالوا: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فدل هذا على إيجابها، لأنه قال قولوا، فدل هذا على إيجابها داخل الصلاة كما ذهب إليه الأئمة ممن سمعت ذكرهم، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، ويعني أجابوا عن ذلك بأدلة أيضا يطول ذكرها، وليس هذا موضع استقصائها ولا عرضها أو ذكرها، إنما المقصود بيان مأخذ الفقهاء في القول بوجوبها داخل الصلاة في التشهد أو في التشهد الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة. أي حديث؟ هذا الحديث حديث كعب بن عجرة ليس فيه لفظ صريح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة مخصوصة بالصلاة، لكنها في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو في رواية غير الصحيح غير مسلم عند أصحاب السنن وعند أحمد وابن خزيمة والحاكم وعند ابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع. نعم. قال: وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، وقد كثر الاستدلال على وجوبه في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فيتعين أن تجب في الصلاة. طيب، لنفترض أنه لم نجد لفظا من روايات الحديث يصرح بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، أو لم تصح عندنا، فما مأخذ القول بالوجوب؟ قال رحمه الله: شاع بين المتفقهة هذه الطريقة في الاستدلال التي سمعت، يكون تركيب الدليل كالتالي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع، أليس كذلك؟ إنما اختلفوا في ماذا؟ في موضع هذا الوجوب، لكن اتفقوا على أنها واجبة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أجمعوا على أنها لا تجب في غير الصلاة، أجمعوا على أنها لا تجب في غير الصلاة، النتيجة يتعين أن تجب في الصلاة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة باتفاق، وليست واجبة في غير الصلاة بالاتفاق، فمن هذين الاتفاقين تخرج نتيجة أنها واجبة في الصلاة. هذا كقولهم في مسائل الطهارة: أوجب الله طهارة الثياب بقوله: وثيابك فطهر، ولا يجب تطهير الثياب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تكون واجبة الطهارة في الصلاة. هذا الدليل قال المصنف: وهو ضعيف جدا. تركيب الدليل بهذه الطريقة ضعيف جدا. ما وجه الضعف؟ شيئان: أحدهما ما سيذكره المصنف، والثاني ذكره غيره، هو عدم التسليم بالإجماع المذكور. أي إجماع؟ وذكر إجماعين: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع، والإجماع الثاني أنها لا تجب في غير الصلاة. ينازع في الإجماع الثاني، لما؟ لأنه نقل القول بالوجوب في غير الصلاة، مثل ماذا؟ منهم من قال يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ومنهم من قال واجب في العمر مرة في خارج الصلاة، ومن الفقهاء من أوجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم للخطيب في خطبة الجمعة. إذا ثمة مواضع ليست إجماعا أنها لا تجب في خارج الصلاة، فإذا انقدح هذا الإجماع لم يتم الدليل.
فضلا عما سيذكره المصنف رحمه الله في مناقشة هذا الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ضعيف جدا، لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح. نعم، وذكرنا أنه غير مسلم، يعني لا يسلم بصحته، لكن على القول بتسليمه يأتي اعتراض المصنف رحمه الله. قال: لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من المعينين، أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإن أراد ما هو أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع. طيب، خلاصة الجواب: سلمنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع، وسلمنا الإجماع الثاني أنها غير واجبة خارج الصلاة. يقول: حتى على هذا، ما معنى كونها غير واجبة في غير الصلاة؟ قال: إن أراد أنها لا تجب في خارج الصلاة وجوبا عينيا فهو صحيح، لكن هل يلزم من هذا أن تكون واجبة في الصلاة عينيا؟ الجواب لا. قال: يلزم أن تكون واجبة مطلقة، عدم وجوبها خارج الصلاة لا يلزم منه وجوبها داخل الصلاة. فلهذا قال رحمه الله: فلا يجب واحد من المعينين إما خارج الصلاة أو داخلها، إنما هو الوجوب المطلق. قال: وإن أراد ما هو أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق، أن تقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة وجوبا مطلقا فممنوع، وعندئذ لا يستقيم الاستدلال به كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث: في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي رحمه الله، وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظة الأمر. طيب، كل الأحاديث الصحيحة التي فيها صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين الصلاة عليه وعلى آله، كل الصيغ الصحيحة إما بلفظ آل محمد أو أزواجه وذريته كما سمعت، أو أهل بيته كما في رواية أحمد رحم الله الجميع. فإذن تنبني هنا مسألة: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة تجب أيضا على آله كما هو واجب عليه صلى الله عليه وسلم؟ لأن مأخذ الوجوب في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قولوا. طيب، هو قال قولوا إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذهب فقهاء الشافعية إلى أن في المسألة عندهم في المذهب قولان: الوجوب والاستحباب، ورجحوا الاستحباب، وأخذوا هذا من أن الإجماع منعقد على عدم وجوب الصلاة على آل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من نظر إلى الروايات كما نبه عليها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، أن كل الرواية الصحيحة جمعت بين الصلاة عليه وعلى آله، فلا يصح إخراج الصلاة على آله من القول بالوجوب، لأنك عندئذ ستفرق بين ماذا؟ بين أمرين اشترك، أو بين شيئين اشترك في أمر واحد. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقلت هذا واجب وهذا مستحب، فلما فرقت والأمر واحد؟ فمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يتعين أن يقول بوجوب الصلاة على آله. قال رحمه الله: وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظة الأمر، لكنه أشار إلى الوجهين عند الشافعية، والمعتمد عندهم القول بالاستحباب كما تقدم، ونبه عليه النووي وغيرهم، ولا يقوى الدليل على التفريق بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وعندئذ فليس من السنة أن يقول أحدنا مقتصرا اللهم صل على محمد ويكتفي بها، فإن هذا قصور، وتمامه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا يقودنا أيضا إلى مسألة ما تطرق إليها المصنف رحمه الله وأفاض فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه: ما المقصود بالصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تكلم العلماء في ذلك كثيرا، فقالوا: الصلاة الواردة في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم.
فأخبر أنه سبحانه صلى عليه وأن الملائكة عليها السلام تصلي عليه، وأمر العباد أهل الإيمان بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشمل معاني متعددة، فالصلاة من الله ثناء، والصلاة من الملائكة والعباد دعاء أو رحمة ونحو ذلك. فقيل صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة دعاء، وقيل الصلاة من الله الرحمة، وقيل أيضا هي الصلاة من الله لغير نبيه رحمة ولنبيه تشريف وزيادة تكريما، وقيل هي التبريك كما ذكر ذلك أيضا في الأثر عن ابن عباس ووصله ابن جرير في تفسيره، وهو معنى كلام أبي العالية الذي أورده البخاري رحمه الله عقب الحديث، قال يصلون على النبي يبركون على النبي أي يدعون بالبركة. فالمقصود أن قولك اللهم صل على محمد أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه. طيب وإذا كان الله قد أخبر أنه أثنى عليه وأنه رفع قدره وأنه زاده من فضله وأنه أعطاه وآتاه وبلغه المراتب العلى، فما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ أنت تسأل الله أن يزيده وأن يديم عليه ما أخبر سبحانه أنه قد أعطاه إياه. ولهذا لما قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فأنت لن تصلي بنفسك بل تقول يا رب صلي عليه، فأنت ترجع وتطلب من الله الذي أخبرك أنه قد صلى عليه فتقول يا رب صلي عليه، فيزيده سبحانه وتعالى من هذا المعنى من الثناء وما ادخره له في الآخرة من المقام المحمود والشفاعة العظمى وسائر ما خصه الله تعالى به من الكرامات. فهذا معنى يستحضره أحدنا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جمعت إلى ذلك الصلاة على آله، وسيأتيك الخلاف في المراد بآله صلى الله عليه وسلم، أدركت أيضا أن هذا المعنى يراد به تخصيصهم بالثناء في الملكوت الأعلى لما لهم من القرابة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع اختلفوا في الآل، فاختار الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال غيره أهل دينه عليه السلام. قال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب ذكر رحمه الله قولين من أربعة أقوال، ما المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القول الأول بنو هاشم وبنو المطلب، والقول الثاني آل محمد أهل دينه صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة التي استجابت وأسلمت وانقادت لدعوته عليه الصلاة والسلام. أما القولان الثالث والرابع، الثالث أن الآل المراد بهم أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل الأتقياء من أمته خاصة. هذه الأقوال التي يحكيها العلماء يمكن قسامها ابتداء إلى قسمين، الأول أن يقال كما عددها ابن القيم رحمه الله أن المقصود بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من حرمت عليهم الصدقة، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد وكثير من أهل العلم، من حرمت عليهم الصدقة من آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المقصودون في الصلاة عليه وعلى آله. ثم اختلفوا من الذين حرمت عليهم الصدقة أيضا على أقوال ثلاثة، ذهب الشافعي إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، ثم رواية عند الحنفية أخص من ذلك بنو هاشم خاصة، ورواية عند الحنابلة أنهم أوسع من ذلك بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل، حكاه ابن القيم رحمه الله أيضا عن طائفة من أهل العلم. فهذا القول الأول أن المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة، وهل هم بنو هاشم خاصة كما ذهبت إليه الحنفية، أو بنو هاشم وبنو المطلب كما ذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد، أو بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل كما حكاه ابن القيم أيضا عن طائفة من فقهاء المالكية؟ أقوال ليست تبعد كثيرا، والمستند في هذا القول أن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة، الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، حديث غدير خم في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في حجة الوداع،
أتى بماء يدعى خما وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الثقل الثاني الذي وصى الأمة به عليه الصلاة والسلام في آخر أيام حياته في مرجعه من حجة الوداع. قال حسين بن سبرة راوي الحديث عن زيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ والحديث في صحيح مسلم. أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب. فلهذا قال: بنو هاشم وبنو المطلب. قال: أكل هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. فهذا مستند من قال إنهم من تحرم عليهم الصدقة، على خلاف يسير في تحديد دائرة من تحرم عليهم الصدقة من آله عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم ذريته وأزواجه خاصة، كما تقول أهل بيت الرجل زوجته وأولاده، فيقال أهل بيته أو آله زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك أيضا حديث إحدى الصيغ التي تقدمت: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، ورواية أحمد: وأهل بيته وأزواجه وذريته. فقالوا هذا يفسر حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا فسر بعض الحديث بعضا والحديث يفسر بعضه بعضا. أما القول الثالث أن الآل هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فمثل ما قال المصنف، قال الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومنه: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فالمقصود به من تبعه وآمن برسالته. القول الرابع أن المراد به الأتقياء من أمته خاصة، وأوردوا فيه حديثا ضعيفا، سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: من آل محمد؟ قال: كل تقي، وتل الآية: إن أولياؤه إلا المتقون. لكن الحديث لا يصح، وفيه راويان أحدهما متروك الحديث. فيقوى من الأقوال المذكورة في مسألة آل النبي صلى الله عليه وسلم القولان الأولان: من تحرم عليهم الصدقة، وهو قول جل فقهاء الإسلام. والقول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس، اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف تطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالصلاة على إبراهيم، والذي يقال فيه وجوه. طيب، هذا السؤال عادة إذا قلت لك افعل شيئا مثل كذا، فيكون المشبه دون المشبه به في المرتبة والمنزلة. لما أقول لك مثلا: اجتهد في دراستك كمثل زيد، فأنا أريد منك أن تكون مثل زيد، فمن منكما أعلى، أنت أو زيد؟ زيد. فدائما يكون المشبه دون المشبه به، المشبه به أعلى، فأنت تطلب ممن تخاطبه أن يرتقي حتى يصل درجة المشبه به. فأقول لك: كن كزيد اجتهادا، كن مثله حفظا للقرآن وكذا وكذا، فأنا أحثك أن تكون كمثله، فالمشبه به أعلى. طيب، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من المشبه ومن المشبه به؟ المشبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمشبه به إبراهيم عليه السلام. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. فأنت تسأل الله صلاة لنبينا صلى الله عليه وسلم وبركة كالصلاة والبركة التي كانت لإبراهيم الخليل عليه السلام. ومعلوم
أن الله جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم من المنزلة والكرامة والتفضيل ما فاق به الأنبياء قبله عليهم السلام، حتى أم بهم في الصلاة في الإسراء في المسجد الأقصى، وحتى خص بالشفاعة العظمى، وحتى جعل الله له من المناقب ما ليس لغيره. فكان الإشكال هذا واردا عند أهل، كما قال المصنف اشتهر بين المتأخرين هذا السؤال. القاعدة أن المشبه دون المشبه به، والمتقرر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة من سائر الأنبياء، فكيف تطلب له صلاة تشبه بالصلاة على إبراهيم؟ هذا عكس القاعدة. فأجاب أهل العلم بجملة إجابات ساق المصنف رحمه الله منها خمسة أوجه، كما قال رحمه الله والذي يقال فيه، قال والذي يقال فيه وجوه: أحدها أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر، وهذا كما اختاروا في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن المراد أصل الصيام لا عينه ووقته. طيب، أوجب الله الصيام علينا وأوجبه على من قبلنا اليهود والنصارى، فهل صيامنا في الإسلام كصيامهم سواء بسواء؟ لا. إذن ماذا تفهم من قوله كما كتب على الذين؟ قال أصل الصيام لا عينه ووقته وتفاصيله، إنما الصيام إمساك، أصل الصيام الإمساك، لكن كيف ومتى وعن ماذا والوقت وأي شهر وكم ساعة وهل هو النهار مع الليل، هذه التفاصيل لا تستوي بين المشبه والمشبه به. فقالوا على هذه القاعدة سنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، المراد أصل الصلاة وليس قدرها. أما القدر فالذي للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من غيره، وإنما أرادوا أصل الصلاة. ما أصل الصلاة؟ ثناء الله عز وجل على عبده وتشريفه له بذكره في الملأ الأعلى. قال المصنف: وليس هذا بالقوي، لم يعد هذا الجواب قويا، ولم يبين رحمه الله عز وجل وجه تضعيفه لهذا، لعله لوضوحه ورأى أن هذا الجواب غير مستمسك للنهوض إجابة عن هذا الإشكال. ووجه ذلك أنك لما تقول لرجل: أحسن إلى فلان أو أحسن إلى أخيك كما تحسن إلى زيد، هل يلزم دائما بالضرورة أن يكون المشبه كالمشبه به حتى لو قلت في أصل الإحسان لا في صفته؟ فأنت لا تريد قدر الإحسان بل أصل الإحسان، كما تقول وأحسن كما أحسن الله إليك، هل تقوى أن تحسن إلى أحد كإحسان الله إليك؟ إذن كيف يقول الله وأحسن كما أحسن الله إليك؟ لا يقدر أحد أن يحسن بقدر إحسان الله، إنما يراد أصل الإحسان. قال ولهذا نظائر، لكن المصنف رحمه الله قال غير قوي، لأنه يجوز أن يستعمل في الأعلى وفي الأدنى وفي المساوي. تقول أحسن إلى أبيك كما أحسنت إلى أستاذك، وأيهما أعلى؟ الأب. أبوك أعلى وأوجب برا وإحسانا، تقول أحسن إلى أبيك كما أحسنت إلى صديقك إلى جارك إلى أستاذك، فأنت جعلتها هنا، بل حتى تقول كما أحسنت إلى خادمك، وأنت لا تقصد أن إحسانك إلى الخادم شيء يفقده أبوك، لكنك تقصد المعنى الذي يراد، أنه طالما صح لغة أن تقول أنه يجوز إشراك المشبه بالمشبه به سواء كان مساويا أو أعلى أو أدنى، فيكون السؤال فما فائدة ذكر إبراهيم عليه السلام خاصة؟ فلعندئذ الجواب ليس وجيها، ذكر إبراهيم عليه السلام مقصود، لأنه أبو الأنبياء وخليل الرحمن عليه السلام وما خصه الله تعالى به، فأنت تقصده بالاسم لعلو مرتبته ولشرف منزلته، وإلا لقلت اللهم صل على محمد كما صليت على أهل الإيمان في أمة الإسلام، وهذا لا وجه له. وسبب ثاني أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، كما صليت صفة لمصدر محذوف تقديره أي صل على محمد وعلى آل محمد صلاة مثل صلاتك على إبراهيم،
فإذا المراد به صلاة مماثلة وإلا ما شبهت بها حقيقة. نعم، ولهذا عده المصنف رحمه الله وجها ليس بالقوي، وإن كان رجحه بعض الأئمة كالقرطبي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس هذا بالقوي. الثاني من ماذا؟ من وجوه الإجابة عن هذا السؤال. أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوله اللهم صل على محمد مقطوعا عن التشبيه، وقوله على آل محمد متصل بقوله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فهمت الجواب؟ يقول أن تقول اللهم صل على محمد وقف لازم، انتهى الكلام، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فأنت جعلت الصلاة المطلوبة المشبهة بالصلاة على إبراهيم عليه السلام وآله ليست لمحمد بل لآل محمد. أما الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فجملة مقطوعة مكتفية بذاته، اللهم صل على محمد، خلاص هذه جملة وتمت. فقولك مقطوع عن التشبيه، وقولك وعلى آل محمد هو الذي يتصل بقولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأيضا هذا جواب ضعيف ونسب إلى الشافعي رحمه الله واستبعده كثير من الشافعية، بل قالوا هذا يعني ركيك لا ينسب مثله إلى الإمام الشافعي، لأنه حتى لغة لا يستقيم لما فيه من تساوي المعطوف المعطوف عليه، ففصلها بهذه الطريقة ركاكة ينأى عنها لسان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فلا يصح وهو لم يثبت عنه في كلامه. ووجه الضعف أيضا أنك عندئذ كأنك تطلب لآل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأنبياء، بل صلاة إبراهيم عليه السلام، كأنك تقول اللهم أعطي آل محمد صلاة كصلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا لا يكون. لا، غير الأنبياء لا يساوي الأنبياء، حتى آل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء شرف قدرهم تبعا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأن تفصلهم ثم تجعل لهم من المكانة وصلاة الله بمثل ما أعطى الله لخليله الرحمن لخليله إبراهيم عليه السلام. نعم. قال الثاني: أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوله اللهم صل على محمد مقطوعا عن التشبيه، وقوله على آل محمد متصل بقوله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ يعني يلزم من هذا أننا نطلب لآل محمد صلاة مثل صلاة الله على إبراهيم وآله، فساوينا غير الأنبياء بالأنبياء. نعم. قال: وها هنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة، ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. أيضا فيه من يعني على هذا القول أو على هذا الجواب أنه ورد في عدة أحاديث اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، فإن تذهب بالجواب حتى تقول تفصل بين محمد وآل محمد، في بعض الصيغ اللهم صل على محمد فقط كما صليت، فعدنا إلى السؤال وهذا الجواب لا يغني شيئا. وفيه أيضا أن الأصل في قواعد العربية كما تقدم أن يرجع القيد إلى المعطوف من العطوف عليه معا، لا أن يفرد أحدهما دون الآخر كما هو قواعد اللغة ومقتضاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث من ماذا؟ من أوجه الجواب عن هذا السؤال كيف تكون تطلب الصلاة ويكون المشبه أعلى من المشبه به. نعم. قال الثالث: أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع. يعني يا رب صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، فالمشبه به ليس إبراهيم فقط بل إبراهيم وآله عليه السلام، والمشبه في الصلاة ليس محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل محمد وآله، فيكون المجموع بالمجموع. طيب ما فائدة هذا الجواب؟ لأنك لو قلت اللهم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، من آل إبراهيم؟
من آل إبراهيم؟ أيضا هم أتباعه أو أبناؤه من الأنبياء أو أهل بيته، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آله، فكان موجودا في الكفة الأخرى. فأنت تسأل الله صلاة له ولأهل بيته كصلاة الله على إبراهيم وآله وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يصح أن تقول إن المشبه دون المشبه به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا وآله وحدهم، وهو هناك مع إبراهيم وآله وأبنائه من الأنبياء الكرام عليهم السلام، فعندئذ يستقيم أن تقول على القاعدة إن المشبه دون المشبه به، وليس في هذا حط من مقدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع، ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم عليه السلام، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر كان أفضل. إذن المطلوب له صلى الله عليه وسلم صلاة تشابه صلاة الله، لا مو على إبراهيم، على الأنبياء من إبراهيم وآل إبراهيم لكونه منهم، فهي أبلغ. يعني أيهما أعظم، صلاة الله على محمد وآله أو على إبراهيم وآله؟ كيف؟ أي لأن محمدا فيهم صلى الله عليه وسلم، فعندئذ هي أبلغ من الصلاة عليه فقط وعلى آله، لإضافة الأنبياء إليه صلى الله عليه وسلم في المشبه به. فإذا طلبنا لآله صلى الله عليه وسلم صلاة تشابه صلاة الله على إبراهيم وآل إبراهيم الذين ليس فيهم نبي، لما قال الشارح رحمه الله: غير الأنبياء لا يساويهم. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الجواب: هذا أحسن من كل ما تقدمه، فرجح هذا الجواب وصار إليه، وقال أحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو داخل في آل إبراهيم. فقولنا كما صليت على آل إبراهيم متناول للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. وخلاصته إذن أننا صلينا عليه خصوصا، وطلبنا له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل فيهم عموما، فالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسولنا عليه الصلاة والسلام معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فعندئذ صح أن يكون المشبه به أعلى من المشبه، لأنه عليه الصلاة والسلام مع إخوته الأنبياء من آل إبراهيم، وعندئذ يكون هذا أيضا نوعا من إزالة الإشكال كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام، كان الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء. يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا. إذن من الذي سيصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ المصلون في صلواتهم. ممتاز. طيب كم مصليا في أمته؟ ما الله أعلم، لا يحصيهم إلا الله. وكل مصل من أمته وهم ملايين عبر القرون، كل واحد فيهم كم صلاة سيصلي؟ إذن عدد لا يحصى لا يتناهى. قال: هذه الصلاة والأمر بها
متكررة بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلي، كل واحد من أمته بعدد الصلوات في حياته. قال فإذا هذا يقتضي في حق كل مصلي وهو يطلب صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم، فأين المتكرر وأين الثابت؟ كلنا نقول اللهم صل على محمد، أنا طلبت صلاة وأنت طلبت صلاة ثانية والثالث والعاشر والمئة والمليون والمئة مليون والمليار، كل واحد فينا قال يا رب صل على محمد، واشتركنا في تكرار أعدادنا أن تكون الصلاة كمثل مال إبراهيم، فذاك ثابت ما تغير، إبراهيم واحد عليه السلام. فكل واحد فينا قال يا رب صل على محمد مثل صلاة إبراهيم، والثاني والثالث والرابع والعاشر بعدد الصلوات، اضربها في عدد المصلين بعدد السنوات والقرون، فيكون مجموع ما يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما يطلب من الصلاة عليه. قال رحمه الله كان الحاصل بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء بعدد المصلين مكررا في عدد الصلوات، فلا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قلت التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة، بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها، فالإشكال وارد. يعني لما تقول كل واحد في الأمة يقول يا رب صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وحصل هذا من اثنين وثلاثة وخمسة وألف ومئة ألف والألوف المؤلفة، يقول نظير هذا كما يقول الصنعاني أن يهب ملك لرجل ألف درهم، فيأتي واحد يدخل عليه فقال أطال الله عمرك أعط فلانا مثله، فيعطيه، فيدخل ثاني فيقول أعطي فلانا نفسه مثل ما أعطيته، فيعطيه، فيدخل الثالث، كلهم يطلب لزيد أن يعطي أهل الملك مثل ما أعطى لعمر، فحصل لزيد ألوف مؤلفة بكثرة من طلب له وشفع له عند الملك أن يعطيه، فقال هذا نظيره، فتحصل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أضعافا. قال رحمه الله في إشكال أورده أصحاب هذا القول سؤالا وجوابا، التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد، يعني هذا ليس حل للإشكال، لأن الإشكال وارد اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، هذا الإشكال في أصل الصلاة وفي كل فرد، يعني في كل شخص يقول ذلك في كل صلاة فالإشكال حاصل. فإذا حصل، يعني أنت لما قلت اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، الإشكال وارد ولا غير وارد؟ وارد. فورود الصلاة نفسها من ثان وثالث ومئة وألف مليون ما غير الإشكال، بقي كما هو. أنت نظرت إلى المحصلة، قلت مجموع ما حصل من صلوات المصلين بعدد الصلوات يخرج منه أضعاف مضاعفة من صلاة الله الواحدة على إبراهيم عليه السلام، قال لك لا، هو ليس هكذا، الإشكال الحاصل إلى أصل الصلاة والفرد من أفرادها. فالإشكال الذي حصل في صلاتي بقولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، والسؤال الأول وارد كيف يكون المشبه دون المشبه به، وهي لا تنطبق على هذه المسألة، حاصل عندك في صلاتك وعندي وعند الثالث والمليون، فالإشكال وارد كما قال رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قلت متى يرد الإشكال؟ إذا كان الأمر للتكرار، وإذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم، ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق. يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، للتكرار أو ليس للتكرار؟ قولوا اللهم صل على محمد، الأمر للتكرار وليس للتكرار؟ قاعدة الأمر للتكرار أو لعدمه فيها خلاف بين الأصوليين، والأشهر منها قولا أن تقول هو للتكرار مطلقا، أو تقول يتكرر بتكرر سببه وشرطه. فإذا قلت واجبة في الصلاة تكررت بعدد الصلوات وتكون واجبة في كل صلاة، فقالوا في الجواب إن كان الأمر للتكرار يكون هذا الإشكال غير وارد، لأنك تقول إنما يرد الإشكال إذا لم يكن الأمر للتكرار، صلاة واحدة من كل واحد، فعندئذ يقع الإشكال ويبقى، لكن مع التكرار يحصل له من الصلوات كما قلنا ما لا يحصى
وأضعاف مضاعفة من الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام. نعم، فالتشبيه الإشكال أن التشبيه واقع في صلاة الله على إبراهيم وعلى محمد، لا في صلاة أحدنا في دعائه وصلاته. فأنت تقول في الدعاء اللهم أعطه كما أعطيت إبراهيم، والثاني يقول اللهم أعطه كما أعطيت إبراهيم عليه السلام. فحاصل هذا الإشكال، كيف يكون المشبه أعلى من المشبه به على خلاف القاعدة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان للتكرار فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام. الخامس: لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم أو زائدة عليها. أما إذا كان كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول صلى الله عليه وسلم كان المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول، وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان 4000 درهم وملك آخر 2000، فسألنا أن نعطي صاحب الأربعة آلاف درهم مثل ما لذلك الآخر وهو 2000، فإذا حصل ذلك انضمت 2000 إلى 4000، فالمجموع 6000 وهي زائدة على المسؤول الذي هو 2000. خلاصة هذا الجواب يقول: الإشكال يحصل إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيها حصولها كمثل الصلاة التي لإبراهيم عليه السلام، على القاعدة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا، والقاعدة تقول المشبه به أعلى من المشبه، وهذا خلاف مسألتنا. فقال لا، يحصل الإشكال تدري متى؟ إذا افترضت أنه ليس هناك صلاة سابقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة له، فكأنك جئت ابتداء وقلت يا رب أعطه صلاة كما أعطيت إبراهيم عليه السلام. لكن إذا كان عنده صلاة ثابتة في حقه فثم جئت فقلت يا رب أعطه صلاة مثل ما أعطيت إبراهيم، كان قدرا زائدا، وعندئذ فهو على القاعدة، فهو على القاعدة أنه أعلى قدرا صلى الله عليه وسلم، وإن كان في المسألة هنا وحده ليس كذلك. هذا الجواب يتم في حالة واحدة، إذا استطعنا أن نثبت أنه قد وجد أو ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم صلاة قبل هذه الصلاة. وأعطاك مثالا، لو ملك إنسان عنده 4000 والثاني عنده 2000، فدخلت فقلت للغني أو للملك أو للشخص الذي يوزع الأموال والصدقات، فقلت له أعطي هذا اللي عنده 4000، قلت له أعطه كما أعطيت ذاك الذي عنده 2000، فسيعطيه 2000 فوق 4، فيكون المجموع 6، فيكون زائدا. إذن ها هنا يصح الجواب إذا افترضت أو إذا استطعت أن تثبت أنه قد ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم صلاة من الله عليه قبل أن نقول كما صليت على إبراهيم، فيكون كما صليت على إبراهيم قدر مساوي جلبته مع صلاة ثابتة سابقة، فيكون المقدار زائدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طيب، أورد 5 إجابات رحمه الله ولم يعلق على تصحيح شيء أو ترجيح شيء منها، وإن ضعف الوجه الأول وأجاب على الثاني وسكت عن بقيتها، لكن يعني مر بك أن جواب ابن القيم رحمه الله الذي تقدم في 3 الأجوبة هو الذي رجحه ومال إليه، وذهب الإمام الصنعاني رحمه الله إلى ترجيح قول سوى هذه 5. يقول: الكاف للتعليل لا للتشبيه، فنخرج من هذا الإشكال جملة وتفصيلا. كما صليت ليس تشبيها بل تعليلا. يقول: خطر لي هذا، قال: ثم رأيته في فتح الباري ومثل بقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني ليس تشبيها بل هو إخبار وفيه التعليل. قال: وعد عن أصل السؤال أجوبة منها 5 التي ذكرها في الشرح والوجه الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه 6 من الكلام على الحديث قوله إنك حميد بمعنى محمود،
ورد بصيغة المبالغة أي مستحق لأنواع المحامد. طيب قبل أن ننتقل إلى إنك حميد مجيد، ها هنا أيضا سؤال ذكره بعض الشراح، لما خص إبراهيم عليه السلام من بين الأنبياء بالتشبيه؟ لما هو دون غيره؟ ليش ما قول اللهم صل على محمد كما صليت على موسى، على عيسى، على آدم، على نوح وغيره من أولي العزم من الرسل؟ لما إبراهيم عليه السلام خاصة؟ طيب هو لأسباب عدة، لأسباب عدة ذكر أهل العلم منها طائفة، وابن القيم رحمه الله أيضا ذكر ذلك، لكن لأمور من أبرزها أن إبراهيم عليه السلام سأل الله ودعاه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقرأ بها إمامنا الليلة في صلاة العشاء، فكان هذا من إجابة الله لدعاه عليه السلام أن جعل له لسان صدق في الآخرين. فأهل الإسلام من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يذكرونه بالصلاة والبركة في كل صلاة إلى يوم الدين. سبب آخر أنه عليه السلام له منة علينا أهل الإسلام، فقد سمانا مسلمين من قبل، فهذا نوع من وفاء أهل الإسلام لأبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام. وسبب ثالث أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نطلب له الصلاة ونصلي عليه ونسلم عليه، هو كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. أي دعوة؟ أبعث فيه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فاختص به صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عما لإبراهيم الخليل عليه السلام من المقامات والذكر والمناقب التي امتلأت بها آيات القرآن الكريم عليه صلاة الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس من الكلام على الحديث قوله إنك حميد بمعنى محمود، ورد بصيغة المبالغة أي مستحق لأنواع المحامد، ومجيد مبالغة من ماجد، والمجد هو الشرف. طيب إنك حميد مجيد، اسمان من أسماء الله الحسنى، حميد قال بمعنى محمود، فعيل صيغة مبالغة، فإما أن تكون من اسم الفاعل أو تكون من اسم المفعول، تقول فلان صبور يعني صابر شديد الصبر يتحمل، وتقول فلان شكور يعني كثير الشكر شاكر، فيكون صيغة المبالغة فعيل وفعول إما من اسم الفاعل أو من اسم المفعول. اختار هنا أن يكون حميد من اسم المفعول، فالله حميد بمعنى محمود أو حامد، قال بمعنى محمود، وأن الله عز وجل لكثرة من يحمده من خلقه على سائر نعمه جل وعلا وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، فربنا محمود، وصيغة المبالغة أن تقول إنه حميد، فحميد صيغة مبالغة على وزن فعيل، فهو أعلى من أن تقول ربنا محمود، بل لما كثر حمد العباد له قلنا عنه سبحانه وتعالى إنه حميد. فإذن يأتي حميد كما قلنا بمعنى فاعل، ومنه أسماء الله الحسنى سميع بمعنى سامع وبصير، كلها من اسم الفاعل وعليم وقدير. أما حميد هنا فيأتي أيضا بمعنى المفعول، بل هو سبحانه وتعالى وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه سبحانه وتعالى. قال: ورد بصيغة المبالغة أي مستحق لأنواع المحامد. وسيشير المصنف أيضا بعد قليل إلى احتمال أن يكون حميد بمعنى حامد، فالله يحمد أو يحمد كلاهما، وإن كان المتبادر أنه يحمد أن يحمده الخلق، لكنه أيضا سبحانه وتعالى يحمد عباده على الطاعة فيثيبهم عليها، فيأتي بمعنى حامد. قال: أما مجيد فمبالغة من ماجد من اسم الفاعل، والمجد كما قال الشرف، من كمل في المجد والشرف والصفات الحميدة فهو مجيد سبحانه وتعالى. فما مناسبة أن نقول في آخر هذه الصلاة الإبراهيمية إنك يا ربي حميد مجيد؟ قال: فيكون ذلك كالتعليل
لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. كيف يعني؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أي لأنك حميد مجيد. ما مناسبة هذا التعليل؟ يا رب أنت محمود وكثير من عبادك من يحمدك، أو أنت يا رب حامد لأفعالك الطاعة، أنت يا رب مجيد من كمل في المجد والشرف والصفات المحمودة، لأنك يا رب حميد مجيد فصل على نبيك محمد وبارك عليه. ما المناسبة؟ طيب أكمل. قال: فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد، ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد، ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة. حامد، فربنا يوصف بالحمد يعني يحمد لعبده الطاعة ويثيبه عليها. نعم. قال: فإن الحمد والشكر يتقاربان، فحميد قريب من معنى شكور. شكور بمعنى شاكر، ليس من اسمه سبحانه وتعالى الشكور؟ إن ربنا لغفور شكور. شكور هنا هل بمعنى مشكور أو بمعنى شاكر؟ شاكر، لأنه جاء بمعنى غفور، بمجاورة غفور، فربنا غفور غافر وشكور شاكر، يشكر لعباده سبحانه وتعالى طاعتهم وعبادتهم، وهو الذي وفقهم إليها جل جلاله. قال: وذلك مناسب لزيادة الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظام، وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة. يعني تقول: يا رب صل على محمد، أنت تطلب حمدا للنبي عليه الصلاة والسلام ومجدا للنبي عليه الصلاة والسلام، تريد شيئا من وفاء تعبر به لنبي بذل من أجلك شيئا عظيما عليه الصلاة والسلام، تريد أن تكون وفيا لنبيك عليه الصلاة والسلام، فلا تملك ولا تقوى، ولو فعلت ما فعلت فلن ترد له شيئا من حقه عليه الصلاة والسلام، فتكل ذلك إلى الله. تقول: يا رب، أعلى من أن تقول اجزه عنا خيرا، أعلى من أن تقول يا رب أدخله الجنة، أعلى من أن تقول يا رب أعطه وأعطه، أعلى من ذلك كله ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد. فلأنك تطلب له حمدا ومجدا، ناسب أن تتوسل إلى الله من أسمائه الحسنى بما يناسب هذا. يعني لما قال سليمان عليه السلام: اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هب لي، تتوسل باسم الوهاب، اغفر لي، تقول إنك أنت الغفور الرحيم، تب علي إنك أنت التواب، فتتوسل إلى الله باسم مناسب للمطلب وللدعاء. فنحن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نطلب له ماذا؟ نطلب له حمدا، نطلب له مجدا وثناء. فمن الأسماء الحسنى المناسبة أن تقول إنك حميد مجيد، نختم الدعاء بهذين الاسمين المناسبة للمطلوب الذي نسأله ربنا عز وجل. وهذا كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، في ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والبركة الزيادة والنماء من الخير، والله أعلم. انتهى إلى هذه الجملة وختم بها شرحه رحمه الله، وهو لم يعرج على وبارك على محمد. إيش يعني بارك؟ تطلب من الله بركة، ما البركة؟ قال: الزياد والنماء من الخير والكرامة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعطاه الله خيرا وكرامة، ومع كل ما أعطاه قال: ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال: إنا أعطيناك الكوثر، فأعطاه الله حتى أرضاه. فأنت ماذا تسأل؟ تسأل الزيادة من الخير والبركة والنماء. وقيل البركة الثبات على ذلك، على الخير والعطاء والنماء من الخير، من قولهم بركة الإبل إذا ثبتت في الأرض، ومنه بركة الماء لأنها مستقرة ثابتة.
وقيل البركة بمعنى التطهير من العيوب كلها والتزكية من المعايب، والمعنى ذلك أيضا تقول وبارك على محمد وعلى آل محمد، والمصنف رحمه الله وإن لم يتكلم عنها لكن المقصود أن الله أننا نطلب من الله أن يعطي نبيه عليه الصلاة والسلام ما أعطى لإبراهيم وآله من الخير والسعة والدوام. ما الذي أعطى الله لإبراهيم وآله؟ أشياء عظيمة. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، فذكر الله عز وجل البركة، وقال في إبراهيم وأهل بيته رحمة الله وبركاته عليكم، وظهرت بركة إبراهيم عليه السلام وبركة الله ظهرت في نبيه إبراهيم وفي آله، فجعل إبراهيم إماما للعالمين، قال إني جاعلك للناس إماما، اصطفاه لبناء البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وخصه سبحانه وتعالى بالبركة إلى أن جعل له لسان صدق في الآخرين. وأما البركة في آل إبراهيم عليه السلام فظاهرة، وأجل مظاهرها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به النبوآت، فإنه من أجلى وأظهر معاني البركة التي جعلها الله تعالى في آل إبراهيم عليه السلام. فجملة ما في هذا الحديث يا كرام من المسائل والفوائد والأحكام التي أفاض فيها المصنف الشارح رحمه الله تعالى تحملنا على التأمل مليا في معاني هذا الدعاء العظيم الذي يلزمه أحدنا ويرتبط به ويتعلق به في كل يوم وليلة، في الصلاة إذا صلى وخارج الصلاة وفاء وإحسانا وإكراما لنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونختم هذا المجلس بفائدة نبه عليها عدد من أهل العلم، مع تعدد الروايات في ألفاظ وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح تلفيق صيغة مشتركة؟ أن تأتي إلى كل تلك الصلوات فتصوغ منها جملة واحدة تأخذها من مجموع الروايات؟ الجواب أن ذلك لا يشرع، كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد، فأنت تحافظ على كل صيغة صحيحة ثابتة بلفظها. فإذا أردت أن تجمع الخيرات والأجور والحسنات فنوع بين تلك الصيغ في كل مرة بصيغة، لكن أن تجمعها في صيغة ملفقة فليس ذلك صحيحا، وقد نبه أهل العلم على أن ذلك لا يشرع، ولو فعله إنسان كان خطأ وينبهون على ذلك، بل العبد مخير بأيها يأتي فقد أصاب السنة، وبل المشروع له التنويع في تلك الصيغ والإتيان بها على ألفاظ متعددة حتى يجدد المعنى دون إلف اللسان مع ذهول القلب عن المعنى، وحتى يتحقق له تطبيق السنن باختلاف أنواعها في أدعية الاستفتاح وأذكار الركوع والسجود والرفع من الركوع، وكذلك في صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الحمد لله مجلسنا الليلة، وبه تم الحديث الثاني من باب التشهد من كتاب الصلاة، وهو كما أسلفت في صدر المجلس آخر مجالسنا قبل موسم الحج هذا العام حتى نعاود بعده إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يديم علينا وعليكم فضله وتوفيقه وإحسانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.